السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برضك لسه بتكلم عنها على روح الإغاثة ما بين منتصف الثمانينات ومنتصف التسعينيات، واللي كانت بتتمثل في شخصية الأمناء اللي كانوا قائمين على عمل الإغاثة الإسلامية أو رعاية الإغاثة الإسلامية في هذا الوقت. كان الأمناء طبعا أقصى ما بيحصلوا عليه من الطعام كنا بنجيب، طبعا أنا كنت مغرم بالفول والجبنة والزيتون، ده بالنسبة للإفطار. وكنا يعني بننام في المركز الإسلامي اللي هو في المركز الإسلامي اللي موجود في برمنغهام على الأرض، وكل واحد معاه جايبين مخدات وجايبين أغطية من الإغاثة من مخازن الإغاثة. ولما تمدلنا شوية كان لنا بعض الغرف في مبنى الإغاثة الإسلامية كانوا بيناموا على الأرض فيها. وكان الطعام الغداء يعني في احد المشايخ ربنا يديله الصحه، كان شاعر وجميل الى اخره، كان اسمه الدكتور عصام البشير واصبح بعد كده وزير الاوقاف في السودان. كان بيقول احنا نضرب اكباد الابل لكي ناكل اجنحه الفراخ، اين افخاد الفراخ، افخاد الفراخ، واين صدور الفراخ، وأين 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 وأين. كان هذا هو، هذه هي الروح، هذه هي الروح اللي بنتكلم عنها. الأمناء ما كانوش بيطلبوا خمس نجوم أو ثلاث خمس نجوم أو أربع نجوم أو حتى ثلاث نجوم. وحتى لما حطيناهم في أوتيل ثلاث نجوم مرة من المرات بعد ما ربنا فتح علينا، كان الأوتيل يعني وضيع جدا، حتى إن أحد الأمناء لما استطيع النوم، ليه؟ لأن الغرفة اللي جنبه كان في شاب وشابة يعني بيعملوا أشياء، يعني زي ما أنت فاهمين يعني الأشياء اللي هي معاشرة جنسية يعني. والغرف والأوتيل كان تعبان جدا جدا جدا، حتى كان الأمين ده يعني انزعج وخرج من الأوتيل الساعة 1 الصبح أو 2 صباحا عشان أحطه في مكان آخر. وكان يعني والعياذ بالله كان مصاب، يعني عنده شلل نصفي، لكن كان بيتمالك نفسه. وفعلا رحنا، فدي كانت شخصية الناس اللي هم بيحرسوا العمل الإنساني في أول أيامه، اللي هم في تواضع، في خفض جناح، في إيثار، في روح، في يعني المشاعر اللي الروح بتاعتهم كانت روح بناء مش كانت روح استفادة. ما كانش حد يعرف أسمائهم لا في بريطانيا ولا خارج بريطانيا، كان كل الناس تعرف شخص واحد بس والعياذ بالله، هو كان شخصي انا. كنا فرحانين والعلاقة بيني وبينهم كانت جميلة جدا 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 جدا. هكذا تبنى المؤسسات بأناس يتواضعوا ويخفضوا الجناح ولا يطلبوا لأنفسهم الشهرة ولا المجد ولا أي شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.